السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع فيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى عن تفسير رؤية الدولاب في المنام. والدولاب يا أحبابنا الكرام يدل في المنام على المفاجأة، فإن رأت العزباء دولاب الملابس دل ذلك على أنها تتجهز لاستقبال الزواج، وإن رأت المرأة المتزوجة دولاب الملابس غير مرتب دل ذلك على شتات أمرها وقرب في حياتها، وإن رأت المرأة المتزوجة دولاب الملابس مرتب دل ذلك على جمع شملها وعلى هدوء في حياتها. وكذلك يا أحبابنا الكرام، إن رأت المرأة المتزوجة الغبار على الدولاب دل ذلك على كرب يصيبها بسبب أعباء الحياة. والدولاب الطعام يا أحبابنا الكرام يدل على الرزق الوفير الواسع، وإن رآه الفقير استغنى. الفقير إذا رأى دولاب الطعام استغنى، يعني يعطيه ربنا عز وجل الرزق من حيث لا يحتسب. وكذلك يا أحبابنا الكرام دولاب المواعين، دولاب الأطباق، دولاب الحلل وما إلى ذلك، فهو يدل كذلك للعزباء على استقبال الأفراح وعلى استقبال الزوج. ده اللي كان عندنا النهاردة من علم. لو عجبكم الفيديو ريت نعمله لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة تشرف بأنه يشترك في قناتي، يفعل خاصية الجرس، يختار منها الكل حتى يأتيه شعر بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.